موضوعنا اليوم التسرع في الحكم على الآخرين. في الواقع ليس لدينا معطيات كافية كي نحكم على شخص قد نراه لأول مرة، ولكن نستطيع الحكم عليه بعد التعرف عليه أو التعامل معه ومخالطته أو العيش معه. وكما في السنة المحمدية فإن السفر معيار مهم في الحكم على الأشخاص، والأولى في الحكم أن يكون على السلوك والأعمال وليس على المظهر أو الهيئة. فالسفر والاحتكاك والتعامل والبيع والشراء والجوار وحضور المناسبات كلها معطيات تمحو غبار المعادن، فتظهر السلوكيات والتصرفات التي تدعم تلك المعطيات للحكم على إنسان خلقه الله كما خلقنا وصوره كما صورنا. صحيح أن في مظهرنا ما نستطيع التحكم به وتطويعه كما نرغب أن يراه الآخرين، كاللبس والحلاقة أو إعفاء اللحية أو حلاقتها وإطالة الشعر. وهناك أمور أخرى في المظهر ليس لنا فيها تحكم، بل تخضع لخلق الرحمن كالوسامة أو القبح المظهر أو الذكاء والنباهة أو عدم سرعة الفهم أو الطول أو القصر، ولكن كلها قد تكون معطيات غير دقيقة في الحكم على أي إنسان نراه لأول وهلة، إذ لا نستطيع الحكم عليه إلا من خلال ما يقوم به من تصرفات وأعمال وما يظهر بشكل جلي على أخلاقه وأمانته وانفعالاته ومحافظته على عبادته، وما يقوم به من إصلاح بين الناس أو ما يقوم به من تحريش أو تفريق أو ما يتجلى في سلوكه من صيانة للعهود والمواثيق أو نقدها. كما أن هناك معيار خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم رب العزة والجلال على العبد إلا من خلاله، ومحله القلب وهي النية. فهناك قلوب طيبة صادقة صافية، وهناك قلوب مريضة حسودة حقودة غشاشة، حمانا الله جميعا منها ومن التعامل معها أو القرب منهم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبالتأكيد في يوم ما ربما وقع كثيرون في هذا الفخ وحزن بعد ذلك وتألم كلما تصادم نظره في نظرات ذلك الشخص الذي تسرع في إلقاء اللوم عليه ولم ينتظر ليسمع أعذاره قبل إلصاق التهمة به. أحيانا يقع شخص واحد في شباك الاستعجال، وأحيانا تقع جماعة بأكملها في هذا الفخ ويظلمون في إصدار الحكم قبل أن يعرفوا بواطن الأمور. يقول أوسكار وايلد: السطحيون وحدهم هم من يحكمون على الناس من مظهرهم الخارجي، وربما من أصعب المعارك هي المعركة التي تدفعك لتحكم على قرارات لم تعرف ماذا كانت اختياراتهم عند خوضها. لذلك دائما الشخصية المتسرعة في الحكم تقع في حرج، إذ أنها تخطئ في الظن، ومن ثم يجب أن تعتذر وتصبح من كثيري الاعتذار للآخرين. فلقد نهى الله عز وجل في كتابه العزيز عن التسرع في الحكم دون التدقيق فيه، لذلك يجب أن تكون حذرا جدا عند الحكم على الآخرين، ولا تحكم على موقف ما من خلال الاستماع لطرف واحد في قضية ما. إن جاءك متذمرا بل استمع إلى الطرفين، لأن كل شخص يرى الأمور من منظاره، وتبقى أنت وحدك تجر أعباء حكمك المتسرع على عاتقك. فمن الآثار السلبية للتسرع: إتلاف الوقت والطاقات، اليأس والندم، الحزن والغم، زيادة الأخطاء. ولكي لا تقع في فخ المظاهر لا تتسرع، تمهل وتمعن وادرس المواقف جيدا كي تتضح لك الأمور. فالعجلة في الحكم تعكس طريقة تفكير صاحبها ونفسيته. وكم من حبيب ظلم بسبب القرار الخطأ، وكم من خائن تربع على كرسي السياسة بسبب القرار الخطأ، وكم من قرار أخذ دون تدقيق وأصبح عامل دمار للعلاقات والأسس.
لذلك رفقا بالقرارات إذن لا تتسرع في الحكم على الآخرين، فقد تظلم بريئا وتبرئ ظالما. كما قيل سابقا، الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة. فلا تحكم على الناس من أشكالهم وأسمائهم، بل بما تحتويه قلوبهم.